أعزائي المتابعين، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، حضراتي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد عبر قنوات كويت سبورت الناقلة لكم لهذه البطولة، بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات هنا والمقامة في الكويت، هنا في استاد صالة نادي النصر. اللقاء الذي يجمع ما بين المنتخب العراقي الشقيق والمنتخب السعودي الشقيق ضمن هذه المنافسات، وما سيؤول إليه هذا اللقاء، وما سيتجه إليه هذا اللقاء أيضا. يا سارة يا كرام، المنتخب العراقي الذي يقع حاليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مع المنتخب السعودي الذي يقع حاليا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لهدف الوصول إلى دور نصف النهائي. يجب للمنتخب العراقي على أقل تقدير أن يحقق أن يأتي بنقطة واحدة ليحصل على المركز الثاني ويتأهل إلى نصف النهائي. أما المنتخب السعودي فهو يريد أن يسجل انتصارا على المنتخب العراقي لكي يصل إلى دور نصف النهائي من هذه المباراة. إذن يا سادة الكرام، المباراة المقامة هنا في هذه اللحظات بين تشكيلتين، سنذكر فيها إذن أعزائي المتابعين تشكيلة المنتخب العراقي، ويدخل بهذه المباراة إذن يا سارة يا كرام في المنتخب العراقي زاهر، هادي، حميد زريتش، سالم عبيد، حيدر دريول، طارق سليمان في تشكيلة المنتخب العراقي، بينما المنتخب السعودي يأتي حمود الدهان، ناصر الحارثي، مشاري العبيد، فهد الرديني، محسن فقيه. نفس تشكيلة المباراة السابقة يبدأ فيها، يصل حاليا يا سارة يا كرام بهذه المباراة وبهذا اللقاء. الفريقان العراقي والسعودي ينتظران صافرة حكم اللقاء أسامة دريس، البحريني الذي يسانده الإماراتي ياسر الزعابي، وثالثهم اللبناني خليل الأهوان، والأردن الميقات محمد أبو طوق، وأيضاً معهم الفلسطيني يزيد أبو عرقوب. الفريقين في يمين الشاشة لدينا المنتخب السعودي، في يسار الشاشة لدينا المنتخب العراقي. صافرة حكم اللقاء ينتظرها الفريقان، مباراة مهمة لمن يتأهل إلى دور نصف النهائي، مباراة مهمة لمن يتأهل إلى الدور القادم، مباراة مهمة لمن يستطيع أن يستكمل المشوار. يا سارة يا كرام، الحكم يعطي الكرة للفريق السعودي، الفريق السعودي الذي سيبدأ هذه المباراة، الذي سيكون له الانطلاقة، الذي سيكون له بداية تنفيذ ركلة البداية من هذه المباراة. 20 دقيقة لدينا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. بدأت المباراة وبدأ اللقاء، المنتخب السعودي في السيطرة، البداية السريعة مع المنتخب السعودي. هل سيأتي بافتتاح تسجيل أمام المنتخب العراقي؟ ليس بالسهل. المباراة ليست سهلة وليست مثالية للمنتخب السعودي، بل ستكون صعبة وسيكون فيها صعوبات وسيكون فيها خطورة أيضا أمام منتخب صاحب قدرات عالية وصاحب إمكانيات متميزة وصاحب لاعبين مميزين، كما هو الحال مع المنتخب العراقي بمواجهته للمنتخب السعودي. هنا المحاولة الأولى مع المنتخب مع المنتخب العراقي يأتي فيها سالم حاليا. سالم استلم إلى طارق، يصل طارق مع سالم من جديد، محاولة موجودة مع المنتخب العراقي، حامد يحاول فيها، لكن حامد كرته إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الأولى تذهب إلى خارج أرضية الملعب، والكرة تصل أيضا لصالح المنتخب السعودي. البداية السريعة، وهنا لدينا في الصورة السابقة قبل قليل المدرب السيد محمد من جهة المنتخب العراقي. هنا المحاولة الموجودة حاليا مع المنتخب السعودي، أول دقيقة مرت، بداية كانت أيضا باستحواذ، وحارس المرمى يتقدم، خطيرة مع المنتخب السعودي، ولكن حارس المرمى يتصدى، زاهر يتصدى للفرصة الأولى للمنتخب السعودي، وأبعد الكرة تماما من أمام المرمى، لكن السعودي والأخضر خطير يا سادة، خطير. محاولة ممتازة من المنتخب السعودي، تغطية جميلة من حارس المرمى، تغطية جميلة ثانية من الدفاع العراقي، ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ولكن المنتخب السعودي ضاغط ماسك، وعندنا خطأ حاليا.
عندنا خطأ حاليا وعندنا البطاقة الصفراء الأولى. إذن يا ساري يا كرام استلمها إذن حاليا المنتخب العراقي البطاقة الصفراء الأولى. طارق سليمان يستلم يستلم البطاقة الصفراء الأولى من أسامة إدريس. أسامة إدريس الحكم البحريني الحكم الأول، وفعلا تدخل قوي من جانب طارق سليمان على فهد الرديني اللاعب السعودي، وانذار سريع وشديد جدا، وايضا انذار شفهي من حكم اللقاء بتهدئه اللعب من جانب طارق سليمان. مباراه حاميه من بدايتها، مباراه ممكن فيها الفرص الكثيره والعديده، وفعلا المنتخب السعودي قادم يا ساده مع هذه الهجمه ومع دخول حاليا عبد الله المغربي من جهه المنتخب السعودي. المدرب اندرو الفاريز يغير التكتيك بشكل سريع ومباشر، يعطي الراحه لفهد الرديني اللي تعرض للاعاقه اللي تعرض للإصابة. والمنتخب السعودي حاليا مع ناصر، مع ناصر، ناصر يا ناصر يا ناصر، لكن سالم حارس المرمى العراقي المتميز زاهر استلمها. زاهر حاليا مع المنتخب العراقي يحاول في التقدم، يحاول في المرور، يحاول في الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي. مغطي صح المنتخب السعودي، ينقل صح المنتخب العراقي، يحاول يوصل، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة إدخال. كرة إلى خارج أرضية ملعب ركلة إدخال، وبتوصل حاليا لصالح المنتخب السعودي. سيطرة جديدة، ولكن شوف لاحظ معاي عزيزي المتابع، لاحظ معاي مع حمود حارس مرمى بالرقم 16 وبلبسه الأصفر يتقدم كلاعب باور بلاير. شنو الباور بلاير يا عزيزي المتابع؟ الباور بلاير هو تكتيك يستخدم في كرة الصالات. هذا التكتيك ومع هذه الخطورة ومع هذه الهجمة مع المنتخب العراقي، تمريرة عرضية في الأولى، في الثانية، في الثالثة، يسجل شوت، لكن ركلة إدخال لصالح المنتخب العراقي. كما ذكرنا الباور بلاير هو تكتيك يستخدمه المنتخبات والفرق بسحب حارس المرمى وإدخال لاعب ميدان إلى أرضية الملعب. يعني في مثال حمود هو حارس المرمى، يطلع حمود يدخل مكان فهد الرديني مثلا، يصير مكان أربع لاعبين في الميدان، عنده خمس لاعبين في ميدان المنتخب العراقي، فيها إمكانية لزيادة عددية، فيها إمكانية لسيطرة أكثر، فيها إمكانية لتسجيل هدف أول وثاني وثالث ورابع. فحمود الدهان هو اللي ياخذ وضعية الباور بلاير في هذه الحالة يا عزيزي المتابع. هذه معلومة لجميع من يتابعنا للمرة الأولى لكرة الصالات ولا يعرف العديد من المعلومات، نقدم لكم المعلومات المثرية والكثيرة في هذه المباراة. هنا فرصة موجودة، هنا فرصة حاضرة، هنا كرة جميلة، لكنها أقرب مع حارس المرمى زاهر، أقرب مع حارس المرمى زاهر. مو تارك المباراة سهلة المنتخب السعودي، السعودي واقف في ميدانه، واقف في دفاعه، العراقي يحاول يصل، هنا محاولة موجودة، خطير خطير خطير، سدد، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هنا محاولة موجودة أيضا لصالح المنتخب السعودي، يستلم من جديد. خطيرة هذه اللعبة، خطيرة هذه اللعبة، موجودة لصالح المنتخب العراقي من جديد. محاولة حاضرة لصالح المنتخب السعودي العراقي، خطير، ولكن أقرب 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 لصالح حارس المرمى محمود الدهان. هذه الكرة إذن خارج أرضية الملعب، والكرة مع المنتخب السعودي. تصل من جديد لصالح المنتخب العراقي، لصالح المنتخب العراقي. حاضرة حاليا لصالح المنتخب. السعودي من جديد، والكرة إلى خارج أرضية ملعب المنتخب العراقي. يصل حاليا
في الدقائق الأربعة الأولى إذن أعزائي المتابعين، والنتيجة ما تزال سلبية بين الفريقين، وهنا محاولة حاضرة لصالح المنتخب العراقي. المدرب عنده فرص كثيرة، عنده إمكانيات كثيرة، وعنده تكتيك أيضا يتم استبداله بكثير من اللحظات من هذه المباراة، بمثال أن التبديل مفتوح يا عزيزي المتابع، بمثال بأن التبديل مفتوح بشكل كبير جدا، يعني ما في عنده تبديل معين وعدد محدد للاعبين أنهم يكونون متواجدين في هذه المباراة. عندي إذن أعزائي المتابعين في هذه المباراة، يعني مثلا حاليا حضر اللاعب فادي سامي من جهة المنتخب العراقي، لكن أيضا كرة خطرة ولكن أقرب مع المنتخب العراقي من جديد، ودخل معاي غيث عرب من جهة المنتخب العراقي من جانب المدرب سيد محمد، يغير التكتيك على راحته، يغير التكتيك بالصورة اللي يحتاجها إذن عزيزي المتابع. يغير الصورة بهذا الشكل الكبير إذن عزيزي المتابع، وهذه المحاولة الحاضرة مع المنتخب السعودي، طويلة اللعبة، خطيرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أول خمس دقائق بتمر وتوصل حاليا لصالح المنتخب العراقي من جديد. وتواصل مع المنتخب السعودي حاليا، لكن دفاع المنتخب العراقي هو الأقرب وهو الأفضل في هذه اللقطة وفي هذه الهجمة، يحاول الدفاع السعودي أيضا يغطي صح، وأيضا يمشي اللعب حكم المباراة حاليا. والمنتخب السعودي هو عند السيطرة، الحكم البحريني أسامة إدريس، دائما عندنا أيضا لقطات الاحتجاج من اللاعبين مع حكم المباراة، لكن يوقفها حاليا. في عندنا انذار ثاني حاليا لصالح المنتخب العراقي، وهذه المره ليس للاعب بل للمدرب سيد محمد الذي احتج على قرار الحكم قبل قليل، الذي كان غير راضيا على قرار الحكم قبل قليل في هذه اللقطه السابقه. مباراة أصبحت حامية وعالية، وأيضا بالشدة، عالية في الشدة، عالية بالفرص، عالية أيضا بمحاولات الفريقين. هنا محاولة مع المنتخب العراقي يحاول فيها وليد فهيم، خطيرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب السعودي دفاعيا يحاول أنه يوقف هجمات المنتخب العراقي، محاولة موجودة، تسويبة ولكن إلى خارج أرضية الملعب من جديد. تغطية ممتازة من جانب المنتخب السعودي بوجود صالح القرني، بوجود عبد الله المغربي، وايضا بقيه اللاعبين، حمود الدهان حارس المرمى يحاول بتسويبه اخرى المنتخب العراقي، لكن ايضا توصل مع علي اسماعيل حارس المرمى، زاهر من جديد مع الكره، علي الى وليد الى علي عنده ايضا غيث، ولكن يلعب كره الى مصطفى جمعه. محاوله حاضره مع المنتخب العراقي لكن الى خارج ارضيه الملعب. ايضا خطا يوصل لصالح المنتخب السعودي، التدخل الذي حضر لصالح القرني. هذه اللقطه من جديد، محاوله من جهه علي اسماعيل للتغطيه، محاوله للمنتخب العراقي لايقاف الهجمه، ولكن ايضا الخطا ياتي في هذه اللحظات. من المباراه. حاضرة هذه اللعبة إذن في هذه اللحظات من المباراة. لصالح المنتخب العراقي.
ولكن المنتخب السعودي بالسيطرة من جديد. لحظات مستمرة في هذه المباراة إذن أعزائي المتابعين. في هذه اللحظات من المباراة تصل هذه اللعبة مع المنتخب السعودي خطيرة ولكن قريبة إلى خارج أرضية الملعب، قريبة إلى خارج أرضية الملعب، وتتجه هذه الكرة إلى حارس المرمى زاهر. إلى حارس المرمى زاهر، ولكن أيضا المنتخب السعودي تحت الضغط مستمر مع المنتخب العراقي اللي يحاول أن يقطع كرة في مناطق المنتخب السعودي. خطيرة هذه اللعبة مع المنتخب السعودي، ولكن إلى خارج أرضية الملعب تصل من جديد. إلى خارج أرضية الملعب تصل من جديد الكرة مع المنتخب العراقي. استمرار في هذه المباراة يعني نقدر نقول بأن في تكافؤ بالسيطرة، في تكافؤ بالفرص، في تكافؤ بالاستحواذ على الكرة. لحد الآن لا يوجد فريق وصل إلى شباك الحارس، لا المنتخب العراقي ولا المنتخب السعودي. ننتظر وسنرى من سيكون صاحب هدف المباراة الأول، ننتظر وسنرى من سيكون صاحب البداية في تسجيل هدف المباراة الأول. هذه كرة موجودة لصالح المنتخب السعودي، التمريرة بتصل لصالح المنتخب السعودي ولكن مطالبة بخطأ، والكرة أقرب مع المنتخب العراقي. الحكم يمشي اللعب، الحكم يمشي اللعبة، يمشي المباراة ويستمر بهذه المباراة. ومرتدة سريعة مع المنتخب السعودي، وان تو سريع مع فهد الرديني، مع فهد الرديني، فهد الرديني وفرحان علي حاولوا فيها، لكن أيضا الدفاع العراقي يبعدها إلى ركلة ركنية. الدفاع العراقي يفعلها ويبعدها إلى ركلة ركنية، وزاهر يوجه، زاهر يحط اللاعبين كل واحد في مكانه، ثبت اللاعبين والدفاع في كل مركز مطلوب للتغطية ولإبعاد الخطورة من أمام المنتخب العراقي أمام المنتخب السعودي الذي ما زال يضغط ويضغط ويضغط في هذه اللحظات من المباراة. فرحان حاول يعدي، فهد الرديني يخلي الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال لصالح المنتخب السعودي. هنا فرحان علي، سريع هذا اللاعب، خطير هذا اللاعب وعنده إمكانيات عالية، سريع هذا اللاعب وخطير هذا اللاعب عنده إمكانيات عالية. توصل اللعبة لصالح من؟ للمنتخب السعودي من جديد. الضاغط الكبير، الضاغط الكبير، الضاغط الكبير في هذه اللحظات والدقائق من المباراة. ناصر مع فهد، فهد إلى ناصر من جديد، ناصر استلمها لكن نشوف الدفاع العراقي يتقدم بعض الشيء، محاولة قطع الكرة عندي حمود مرة ثانية، وصل مرة ثانية، هو اللي متقدم وهو اللي يحاول يوصل إلى مرمى المنتخب العراقي. إذن عندنا وقت مستقطع أعزائي المتابعين، دقيقة واحدة نترككم فيها مع الإعادات واللقطات الكثيرة من هذه المباراة.
عدنا إليكم إذن أعزائي المتابعين بعد دقيقة من الوقت المستقطع بين الفريقين المنتخب العراقي والسعودي، كل واحد منهم في الشوط الواحد عنده وقت مستقطع يقدر يستعمله، واحد للمنتخب العراقي وواحد للمنتخب السعودي. إذن مع هذا الوقت المستقطع اللي تم استعماله يتبقى لدينا فقط وقت مستقطع واحد في هذا الشوط، يجب يعني أن يتم استغلاله من الفريقين من ناحية تكتيك، من ناحية التكتيك، من ناحية التوجيهات من المدرب ومن اللاعبين أن يتم استعماله في هذه المباراة. هذه كرة موجودة، هذه كرة حاضرة مع المنتخب العراقي، موجودة حاليا لصالح المنتخب العراقي من جديد. استلم، خطيرة حاضرة، محاولة موجودة، محاولة لصالح المنتخب العراقي، نقلات، تمريرات مستمرة بين الفريقين، خطير خطير خطير. لقطة كادت ممكن أن تأتي بهدف اللقاء الأول، كادت ممكن أن تأتي بهدف اللقاء الأول مع سالم من جهة المنتخب العراقي. ضاغط حاليا، عندي 10 دقائق متبقية يا سادة يا كرام، عندي 10 دقائق متبقية يا سادة يا كرام. محاولة موجودة لصالح المنتخب العراقي، خطير أمام المرمى، يحاول فيها مع المنتخب السعودي، أقرب في الدفاع. توصل لصالح المنتخب السعودي بركلة إدخال تنفذ مع فهد من جديد، يتقدم حمود، أقرب هذه اللعبة مع حارس المرمى زاهر. محاولة موجودة لصالح المنتخب السعودي، وتصل إلى خارج أرضية الملعب من جديد، ركلة إدخال المنتخب العراقي، تصويبة حاضرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تصل هذه الكرة من جديد لصالح من؟ لصالح المنتخب السعودي. 9 دقائق و30 ثانية متبقية يا سادة يا كرام لصالح هذه المباراة في شوطها الأول. سقوط في أرضية ملعب، مطالبة بخطأ، لكن حكم اللقاء كان قريب جدا من هذه اللقطة ويقول مشي اللعبة. الكرة حاليا توصل لصالح المنتخب العراقي، ركلة إدخال لصالح المنتخب العراقي، ضاغط في هذه اللحظات، خطير في هذه اللحظات، يحاول أن يسجل في هذه اللحظات هدف اللقاء الأول، هدف المباراة الأول. تمريرة توصل، تصويبة حضرت ولكن إلى خارج أرضية ملعب يا سادة يا كرام. 0-0 ما زالت النتيجة بتعادلها السلبي وبدقائقها 9 المتبقية من زمن اللقاء في شوطها الأول. هنا محاولة موجودة، هنا محاولة حاضرة، هنا محاولة أيضا توصل لصالح المنتخب السعودي. استلمها حاليا محسن فقيه، يحاول يعدي فيها فرحان أو فهد إرديني، فهد عدى، فهد تقدم، صوب فهد ولكن إلى خارج رضية الملعب. التغطية موجودة. نعم، وتوصل حاليا الكرة إلى خارج الملعب. شوف طريقة التغيير، المدرب أندرو ألفاريز يغير 4 لاعبين طقة واحدة بمجموعة واحدة كاملة. دخل حاليا عندي من جهة المنتخب السعودي عندي عبد الرحمن الملة، هو كابتن الفريق، شارة القيادة موجودة عنده. عندي أيضا
صالح عندي ايضا صالح القرني، عندي عبد الله المغربي، عندي ايضا متواجد حارس مرمى حمود الدهان ما زال متواجد في هذه اللحظات، وعندي ايضا في هذه الجهه متواجد من جهه المنتخب السعودي حمود الدهان، يتقدم من جديد، يتقدم من جديد عبد الله المغربي، صالح القرني، عبد الله الملا، هنا محاولة تسديدة قوية خطيرة ولكنها بتعدي، ولكنها بتعدي، حكم اللقاء، حكم اللقاء الظاهر بأن ما زال النقاش بين حكم اللقاء ولاعبيه. وسقوط في أرضية ملعب، وحكم اللقاء أيضا أسامة إدريس هو الذي يتقدم وهو الذي يقول بأن في هناك خطأ موجود. هذه الإعادة من جديد، هذه اللقطة من جديد، هذه الكرة من زاوية ثانية عندنا من زاوية، نعم الإعاقة موجودة والسقوط أيضا موجود من جهة المنتخب السعودي. الملا موجود، معاذ موجود، صالح موجود، المغربي موجود، ايضا عندي عبد الله العتيبي الموجود، عبد الله العتيبي موجود، معاذ عسيري ما زال في دكه البدلاء من جهه المنتخب السعودي. عندي حاليا ناصر دخل من جديد، ناصر الحارثي دخل من جديد بمعاونة عبد الله المغربي. المنتخب السعودي بثمان دقائق متبقية، أيضا عزيزي المتابع ممكن يسجل هدف اللقاء الأول، شنو ممكن يكون التكتيك؟ يسدد، يمرر، يسدد، يمرر، يمرر، خطير بالتصويب، ولكن أيضا مرتدة سريعة مع المنتخب العراقي، أقرب مع حارس المرمى محمود الدهان، أقرب مع حارس المرمى محمود الدهان. محاولة حاضرة، محاولة قريبة لكن إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب العراقي إمكانياته ممتازة صراحة، المنتخب العراقي سيد محمد مدرب المنتخب العراقي أيضا يقدم مباراة كبيرة في هذه اللحظات، في هذه اللحظات بمواجهة المدرب أندرو ألفاريز مدرب المنتخب السعودي، المدرب السابق لنادي برشلونة، عند الخبرة العالية، عند الإمكانيات العالية، ويعرف كيفية حل مثل هذه المباريات. أفضل مدرب في العام في سنة من السنوات، كان هو أفضل مدرب في العام في سنة من السنوات، حقق بطولات كبرى مع نادي برشلونة. هو ليس بالمدرب السهل، هو ليس بالمدرب، هو ليس بالمدرب العادي، بل أيضا مدرب عنده إمكانيات عالية ويعرف شلون يدير مثل هذه المباريات، مثل هذه المباريات، مثل هذه المباريات أيضا إذا هي خبرة، وهي أيضا مثل ما تقدر تقول عادات وتقاليد المدرب، نقدر نقول نعم عادات وتقاليد المدرب أنه يكون في مثل هذه المباريات، يعرف شلون يحل هذه المباريات، يعرف شلون يقدم تكتيكه في هذه المباريات. وهنا فرصة ومحاولة موجودة مع المنتخب العراقي ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. لكن هل عادات وتقاليد المدرب تقدر أنها تحل، تقدر أنها تحل معضلة المنتخب العراقي الصامت في هذه اللحظات في هذه المباراة ويقف أمام المنتخب السعودي؟ هنا محاولة موجودة، هنا محاولة حاضرة، وإلى خارج أرضية الملعب حاليا توصل هذه اللعبة. مع المنتخب السعودي
أقرب ما حارس المرمى حمود الدهان. عندنا أيضا حارس المرمى اللي كان متواجدا في المباراة الأولى هو حارس المرمى أسعد السعد، لكن حاليا حمود الدهان هو الذي يغطي هذا المركز، يغطي هذا المركز. العراق انتصار وتعادل عند 4 نقاط، 2-2 تعادل مع المنتخب الوطني، 6-4 انتصار على المنتخب الفلسطيني. فرق أهداف بينه وبين المنتخب الوطني، يعني في حال حقق المنتخب العراقي انتصار في مباراة اليوم راح يكون عنده 7 نقاط، لكن راح يكون هو في صفية المركز الثاني، لأن فارق الأهداف راح يخدم منتخبنا الوطني. إذا أراد المنتخب العراقي أنه يحقق المركز الأول لازم يسجل عدد من الأهداف، وهذه الكرة الله إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. 12 هدف لمنتخبنا الوطني، عليه 7 أهداف، المنتخب العراقي عنده 7 أهداف وعليه 3 أهداف. انتصاره في هذه المباراة راح يعطيه المركز الثاني، وراح يكون منتخبنا الوطني هو في المركز الأول. حمود الدهان يتصدى، حمود الدهان يتصدى، سوء تفاهم بين لاعبي المنتخب السعودي، خطير هذه اللعبة مع المنتخب العراقي، ولكن أيضا بتمر وتعدي، بتمر وتعدي، بتمر وتعدي. لعبة حاضرة قادمة لصالح، قادمة لصالح المنتخب العراقي. حاليا يتقدم، موجودة اللعبة لصالح المنتخب العراقي، لكنها بتعدي وبتمر وبتوصل حاليا لصالح المنتخب السعودي. مباراة تصل إلى آخر 5 دقائق، مباراة بتعادلها السلبي، لكن مباراة جميلة الصراحة، جميلة الصراحة ما بين الفريقين. شفنا فيها كثير العديد من الفرص، العديد من اللقطات الكثيرة اللي كان ممكن أن تأتي بأهداف في هذه المباراة. إمكانيات عالية ما بين الفريقين، ولا ننسى لا ننسى لا ننسى بأن المنتخب العراقي عنده 4 أخطاء تراكمية، وحالياً المنتخب العراقي هو اللي طلب التايم اوت. المنتخب السعودي هو اول فريق طلب التايم اوت اللي هو الوقت المستقطع، وحاليا المنتخب العراقي هو اللي يطلب الوقت المستقطع. 45 ثانيه متبقيه على نهايه الوقت المستقطع مباراه، وايضا نشوف رابطه الجمهور العراقي متواجده. قد يكون هو شخص واحد موجود، لكن هذا الشخص الوحيد يقدم روح معنويه عاليه للمنتخب العراقي. لو كان شخص واحد فقط موجود لمساندة فريقه ولمساندة منتخبه، هذه تعني الكثير للمنتخب الذي ينافس حاليا في هذه اللحظات من المباراة. إذن انتهى الوقت المستقطع أعزائي المتابعين، ينتهي الوقت المستقطع إذن أعزائي المتابعين مع تبقي فقط 4 دقائق على نهاية هذه المباراة. محاولة موجودة وبتوصل حاليا لصالح المنتخب السعودي ليستحوذ على هذه الكرة. توصل اللعبة مع حمود الدهان، خطيرة مع المنتخب السعودي. يا الله الله الله، زاهر في مكان ممتاز في وقت ممتاز يتصدى لكرة ويبعد هدف أول للمنتخب السعودي من أمام شباك المنتخب العراقي. برافو يا زاهر، برافو يا زاهر، الله على هذه اللعبة وعلى هذه اللقطة السابقة من جانب الحارس المتألق والمتميز في مباراة اليوم. زاهر من جهة المنتخب العراقي يقدم أداء ممتاز، وليست الكرة الأولى اللي يتصدى لها، بل هي من عدة كرات في مباراة اليوم. هنا محاولة مع المنتخب العراقي،
العراقي يحاول يمر فيها، يحاول يتقدم فيها، يحاول يعدي فيها، لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. 4 دقائق متبقية، 4 دقائق متبقية. شوف 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 شوف، ممتاز ممتاز يا زاهر، ممتاز. تمركزه وردة فعله، هدوءه، وأيضا خبرته في التصدي لهذه الكرة، وأيضا بكل سهولة تصدى لها، بكل سهولة تصدى لها بتمركز ممتاز. يا الله، يا ساتر على هذه اللعبة وعلى هذه الكرة، الله على هذه اللعبة وعلى هذه الكرة، بشكل يعني لا يصدق. وصلت مع المنتخب العراقي فرصة ثانية، ولكن مرتدة مع المنتخب السعودي. تقدم مع زاهر، خطيرة مع المنتخب العراقي، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. يعني هذه المباراة أيضا أصبحت مثيرة ما بين الفريقين، فرصة بفرصة. بدأت مع المنتخب السعودي ووصلت مع المنتخب العراقي بعدها بشكل مباشر جدا. حاول فيها غيث عرب، حاول فيها المنتخب العراقي، ولكنها عدت ومرت حاليا من أمام المنتخب السعودي سليمة جدا، وتوصل حاليا مع حارس مرمى محمود الدهان. خطيرة، بتمر بتعدي، لكن المنتخب السعودي مسيطر. محسن يحاول يمر، محسن بالخطأ مررها لصالح المنتخب العراقي. استلمها علي هاشم، حاول فيها حاليا حيدر في هذه اللحظات، بتصل مع وليد يحاول فيها، ولكن من كرة وليد إلى خارج أرضية الملعب بتوصل لصالح المنتخب السعودي من جديد. عندي ثلاث دقائق بس على نهاية هذه المباراة وعلى نهاية هذا اللقاء بشوطه الأول بتعادل سلبي. شوف يا ساتر يا ساتر يا ساتر، كرة وليد كانت بأقدام وليد، ضاع هدف اللقاء الأول، أو نقدر نقول القائم منع هدف اللقاء الأول لصالح المنتخب العراقي. يا الله على هذه اللعبة، يا الله على هذه الكرة، يا سلام على هذه المباراة. يعني قلنا احنا احذر كل الحذر من مرتدات المنتخب العراقي، وفعلا كانت مرتدة خطيرة، وكان ممكن يأتي منها هدف اللقاء الأول من جهة المنتخب العراقي، ومنطقيا المنتخب العراقي. لكن بعد هذه الهجمة فهد الرديري يحاول فيها، لكن الدفاع مع وليد حاليا مع غيث ايضا استلم هذه الكرة، توصل حاليا لصالح من؟ علي اسماعيل. محسن يتصدى، محسن يعدي، محسن يلعبها ممتازة الى ناصر مع فهد الرديني الى ناصر من جديد. ناصر استلمها من فهد الرديني، ولكن شوف تقدم لاعبي المنتخب العراقي. يا زهير، الله يا زاهر، وليس زهير، زاهر هادي، حارس المنتخب العراقي المتمكن وصاحب الاداء الافضل نقدر نقول من جهه المنتخب العراقي، بتصدياته، بامكانياته، بوجوده في لحظات حاسمه في هذا الشوط الأول من مباراة اليوم. إذن أعزائي المتابعين، كرة موجودة بتعدي وبتوصل حاليا، وهذه لعبة حاليا بتوصل لصالح المنتخب. العراقي حاليا مسيطر في هذه اللحظات، يحاول يمر. خطيرة بالتسديد، ولكن أقرب مع حارس المرمى. كرة كادت أن تكون وكادت أن تصل إلى شباك المرمى بهدف أول لصالح المنتخب السعودي.
آخر 50 ثانية إذن من شوط المباراة الأول أعزائي المتابعين. محاولة قادمة مع ناصر، هو يا سادة ما كل له يا سادة، زاهر هادي، الله عليك يا زاهر، للمرة الثانية وللمرة الثالثة والرابعة يخرج من أمام هذه اللحظات زاهر هادي أمام المنتخب السعودي ويبعد فرصة هدف أول، والدفاع يتصدى، الدفاع يتصدى لهذه الكرة، الدفاع يتصدى لهذه الكرة. شوف 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 شوف، يا سلام يا زاهر يا سلام، يقدم مباراة كبيرة، لأنه منطقيا المنتخب العراقي يحتاج فقط تعادل عشان يتأهل، لو خرج بهذه النتيجة هو ممتاز وأخذ اللي يبيه. آخر 14 ثانية، آخر 12 ثانية، آخر 10 ثواني. إذن أعزائي المتابعين، جهتي جهتي وعلى يميني من كابينة التعليق عندنا الجمهور الصغير، الجمهور السعودي الصغير الذي يتابع المباراة، الذي يشجع الفريق، يرفع أعلام المنتخب السعودي، يرفع أعلام المملكة العربية السعودية عالية في هذه الصالة، صالة نادي النصر. هنا محاولة، المنتخب العراقي سجل، تقدم 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 في الشباك مع المنتخب العراقي، يأتي بهدف اللقاء الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على لعبة سريعة وممتازة، ووليد اللي سجل، وليد اللي حطها، وليد اللي سجل وهو اللي حطها. لكن شنو الحكي؟ إن الوقت خلص، الحكي إن الوقت خلص، لكن هل خلص الوقت ولا ما خلص؟ شوف اللقطة، الله، 1-2 شوت في الشباك وسجل سجل سجل. الحين هذه النقطة اللي 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 اللي, اللي يعني كانت من جهة المنتخب العراقي حاليا، أو عفوا المنتخب السعودي، اللي يوجه احتجاج لحكم المباراة بأن الوقت أصلا خلص يا حكم، الوقت أصلا خلص، شلون قدر يكمل المنتخب العراقي هجمته ويسجل دام الوقت خلص؟ لكن شنو صار في هذه اللحظات من المباراة؟ هل فعلا الوقت خلص بالتمام والكمال، ولا كان في أجزاء من الثانية للحين ما انتهت فيها المباراة؟ إذا كان في جزء من الثانية فقط ما انتهى في المباراة، يعني ما زالت المباراة متواصلة. لكن الحين نحن نشوف الاحتجاج من الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، من الجهاز الفني للمنتخب السعودي، من اللاعبين، من لاعبي المنتخب السعودي، هم جميعا يحتجون بأن الهدف أتى بعد نهاية الوقت. وهنا النقاش اللي حاصل، النقاش اللي حاصل ما بين أسامة إدريس، ياسر الزعابي، خليل بلهوان، محمد أبو طوق، الحكم الميقاتي الأردني محمد أبو طوق هو هو المسؤول بالوقت. يعني اللي نعرفه بأن المباراة إذا وصلت إلى نهايتها ممكن أوتوماتيكلي بشكل أوتوماتيكي تأتي صافرة المباراة من جهة الملعب، من جهة ملعب أوتوماتيكي. ف النقاش الهدف ما تم احتسابه، الهدف الحين بالنتيجة ما تم احتسابه. أوه خلاص، لا تم احتسابه، تم احتسابه، تم تسجيل هدف قبل نهاية الوقت في الشوط الأول، تم تسجيل هدف قبل نهاية الوقت بالشوط الأول. إذن أعزائي المتابعين، ما بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، شوط اللقاء الأول ينتهي بتقدم المنتخب العراقي بأقدام وليد، وليد هو الذي سجل الرقم 14، هو الذي سجل، وليد من المنتخب العراقي هو الذي سجل الهدف. وكان النقاش، وكان أيضا النقاش ما بين المنتخب السعودي وحكام اللقاء أسامة إدريس، ياسر الزعابي، خليل بلهوان، محمد أبو طوق بأن الوقت قد انتهى، لكن الوقت ما انتهى، الوقت ما انتهى قبل تسجيل هدف. إذن الهدف صالح. أعزائي المتابعين، انتهى شوط اللقاء الأول، نترككم مع هذا البريك ونعود إليكم إلى أحداث شوط اللقاء الثاني.
عدنا إليكم إذن أعزائي المتابعين إلى أحداث شوط المباراة الثاني من لقاء المنتخب العراقي والمنتخب السعودي الذي انتهى بشوطه الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شيء، الهدف الذي أثار جدلا واسعا قبل نهاية المباراة بشوط الأول رسميا بسبب هل دخلت الكرة هل دخلت الكرة هدفا قبل صافرة النهاية أو بعد صافرة النهاية، وهنا الكلام قانونيا. وبعد الحديث مع أحد اللاعبين مع أحد الحكام الذي قام بشرح اللقطة وقام بشرح الجدل الذي حصل، أنه إذا كانت الكرة باتجاه المرمى لكن خلاص انتهت المباراة، الحكم صفر ما دخلت الكرة، وهناك محاولة مع منتخب السعودي ولكنها أيضا إلى خارج أرضية الملعب. يعني انت شفت الكرة عزيزي المتابع خلاص رايحة هي بالمرمى، صفر ما دشت جول، خلاص صفر ما تنحسب جول، لكن اذا دخلت الجول بعدين صفر الحكم يعني تنحسب هدف. وهنا كان الجدل اللي حاصل في الشوط الاول بهدف المنتخب العراقي في هذه المباراة، المباراة التي بهذه النتيجة يكون المنتخب العراقي عنده هو حاليا 7 نقاط. هنا محاولة موجودة لكن يبدو بأن احنا لدينا إصابة لأحد اللاعبين، والواضح أمامنا هو زاهر هادي. سلامات لحارس المرمى زاهر، سلامات لحارس المرمى زاهر، الحارس المتألق، الحارس الذي قدم مباراة روعة في شوط المباراة في شوطه الأول. هنا الإعادة من جديد. زاهر قدم مباراة كبيرة الصراحة في شوط المباراة الأول، تألق بشكل واضح، تألق بشكل كبير، تصدى للعديد من الهجمات للمنتخب السعودي، أبقى على شباك فريقه خالية من أي أهداف في الشوط الأول، لم يترك المجال للمنتخب السعودي بأن يصل إلى شباكه وأن يعانق الشباك في لحظات شوط المباراة الأول. لكن يبدو بأن احنا لدينا حاليا حارس المرمى القادم في هذه اللحظات من بدلا لزاهر من جهة المنتخب العراقي، وهو كابتن المنتخب إذن أعزائي المتابعين أحمد كابتن المنتخب يدخل بدلا لزاهر. لكن يبدو بأن زاهر خلاص يعني هو أموره بالتمام، أموره بالسليم، وسيكون حاضرا من جديد مع المنتخب العراقي في هذه اللحظات من المباراة. هنا محاولة موجودة، نلاحظ بأن هناك ضغط متواصل وضغط مستمر من لاعبي المنتخب السعودي على لاعبي المنتخب العراقي، وما يتركون الفرصة للمنتخب السعودي بأنهم يصلون. بينهم يصلون إلى مرمى المنتخب العراقي بهذه اللحظات بالمباراة. عندنا 20 دقيقة أخرى إذن أعزائي المتابعين. عندنا 20 دقيقة أخرى متبقية إذن في هذه اللحظات من المباراة شوط اللقاء الثاني. من سيكون صاحب الحظ السعيد والذي سيخرج من هذه المباراة؟ بالنقاط الثلاث، من سيكون صاحب النقاط الثلاث؟ حاليا النقاط الثلاث تتجه إلى اتجاه المنتخب العراقي. النقاط الثلاث، وكانت قريبة يا الله، كانت قريبة مع المنتخب السعودي. فرصة ثانية مرتدة مع العراقي ولكنها أقرب مع محمود الدهان. يا الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر على لعبة كانت ممكن أن تأتي بهدف اللقاء الأول لصالح المنتخب السعودي، لكنها مرت وعدت، والمنتخب السعودي ما زال خطير، المنتخب السعودي ما زال خطير في هذه اللحظات من المباراة. يبي يوصل إلى شباك المنتخب العراقي، يبي يوصل إلى شباك زاهر، يبي يوصل إلى شباكك يا زاهر. هنا فرصة، والدفاع العراقي يبعد هذه الكرة حاليا للدفاع العراقي. لقطة قريبة من هدف المباراة وهدف التعادل لصالح المنتخب السعودي. هذه الكرة أيضا بتعدي وتذهب إلى خارج أرضية الملعب وبتوصل لصالح المنتخب
السعودي. هذه الكرة الثانية، هذه الكرة الثانية. يا الله يا الله، شوف 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 الفرص العديدة، شوف الفرص الكثيرة، شوف شوف محاولات المنتخب السعودي اللي يعني لا تعد ولا تحصى، ومحاولات يعني كثيرة لإحراز التعادل، لكن أيضا سقوط في أرضية الملعب. وتواصل الكرة مرتدة مع المنتخب العراقي، استلمها وليد صاحب هدف اللقاء الوحيد، وليد صاحب هدف اللقاء الوحيد في هذه المباراة. اللعبة بتوصل لصالح المنتخب السعودي حاليا، أقرب لصالح المنتخب العراقي. وليد استلام كرة حاليا عن طريق طارق سليمان، بينه وبين سالم لقطات وتمريرات متواصلة، لكن أيضا ركلة إدخال لصالح المنتخب العراقي خطيرة أمام المرمى، فرصة هدف ثاني ولكنها بتعدي وبتمر. نصل إلى أول 4 دقائق إذن أعزائي المتابعين، نتيجة مستمرة على ما هي بتفوق المنتخب العراقي على المنتخب السعودي بنتيجة هدف مقابل لا شيء. إذن في هذه اللحظات من المباراة استلم محسن مع فهد الرديني، محسن حاليا مع ناصر، ناصر يحاول فيها، يحاول يمر، يحاول يعدي ناصر، يحاول يتقدم ناصر، يحاول يتقدم، أقرب مع مشاري العبيد، محاولة مع ناصر إلى فهد، فهد استلم، فهد يحاول يمر، فهد تحت الضغط بين من اثنين من لاعبي المنتخب العراقي، ناصر، ناصر إلى مشاري، ما تمريرة موجودة يحاول فيها بينية، ولكن أيضا الدفاع العراقي يتصدى. أول 4 دقائق رسميا بتعدي وبتمر. وبتوصل اللعبة حاليا لصالح المنتخب السعودي، لكن أيضا بتمر هذه اللعبة من جهة المنتخب السعودي. طويلة اللعبة خطيرة مع المنتخب العراقي، وليد استلمها، وليد الصراحة يعني يقدم لقطات ممتازة ولقطات عديدة، وعندنا بطاقة صفراء ثانية أتت على سالم، بطاقة صفراء أتت على سالم عبيد. من جهة المنتخب العراقي البطاقة الصفراء الأولى اللي تلقاها، يعني كما ذكرنا وليد صاحب هدف المباراة الأول لصالح المنتخب العراقي، يقدم تمركز رائع كلاعب بيفوت، يعني نقدر نقول تمركزه وتواجده في مناطق مؤثرة ومناطق حساسة في منطقة المنتخب السعودي هو شيء يقدمه بشكل كبير للاعب وليد. وليد فهيم، يا سلام عليك، يا سلام عليك وعلى، يعني لو نعيد لقطة الهدف اللقاء الأول اللي سجلها في شوط المباراة الأول، ولكن عندنا هجمة مع المنتخب السعودي وتمريرة ناصر، ناصر إلى خارج أرضية الملعب، وبتوصل لصالح المنتخب العراقي. هذه كرة موجودة لصالح المنتخب العراقي اللي يلعب بشكل هادئ، اللي يلعب ب يعني بهدوء، بصبر، ب يعني ما يستعجل على هجماته حتى لو كان تحت الضغط، يستمر على نفس اسلوبه، يستمر بتمريراته. يا سلام يا سلام، الله الله، لعبة كانت فكرتها صح، لكن ايضا حمود كان ممتاز بتقدمه، كان ممتاز بتغطيته. سيد محمد، سيد محمد متابعته للمباراة، متابعته للمباراة، متابعته لفريقه،
وأيضا المدرب أندرو ألفاريز المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني. وعندما نتكلم عن نادي برشلونة الإسباني أيضا في كرة الصالات لديهم فريق ممتع وفريق رائع وفريق مميز الصراحة. بطل للدوري بطل للدوري عدة مرات، حققها 5 مرات، بطل الكأس 7 مرات، وهنا فرصة ولكن خارج أرضية الملعب. بطل بطولة السوبر الإسباني 3 مرات، بطل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات في 2011-2012 2013-2014 2019-2020 2021-2022. فريق مميز لنادي برشلونة في كرة الصالات، وهنا محاولة موجودة مع المنتخب العراقي، سدد يا الله الله على القائم الذي يقف مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة أمام المنتخب العراقي. في مرات عديدة كان في عنده فرصة المنتخب العراقي، شوف الفرصة صوب في المرمى، ولكن القائم يصل أمامه، القائم يكون أمامه، والقائم هو الذي يقف أمام الهدف الثاني للمنتخب العراقي. حمود يصل الآن إلى المناطق الأمامية ويقدم الدعم كباور بلاير. استلم حاليا المنتخب السعودي بنقلاته وتمريراته تحت الضغط المنتخب العراقي، تحت الضغط المنتخب العراقي. محاولة موجودة مع عبد الإله أو عبد الرحمن الملة، أقرب مع حمود حارس المرمى، خطيرة مع المنتخب السعودي، سقوط ما في خطأ، خطيرة في المرمى، وهو زاهر اللي يتصدى، هو زاهر اللي يتفوق، هو زاهر اللي ما زال يقدم مستوى كبير الصراحة، مستوى كبير الصراحة. حاول فيها عبد الرحمن، حاول فيها عبد الإله، حاول فيها أيضا صالح القرني، حاول فيها أيضا العديد والعديد من لاعبي المنتخب السعودي، لكن زاهر هو كلمة السر، زاهر هو السد المنيع، زاهر هو الحائط، هو الحائط الصعب الذي لا يسقط أمام المنتخب السعودي. هنا المحاولة حاليا لصالح المنتخب السعودي، هنا كرة وبتعدي وبتمر، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تصل لصالح المنتخب السعودي من جديد. متابعة من جهة المدرب أندرو ألفاريز، خسارة أو تعادل تعني مع السلامة لصالح المنتخب السعودي، تعني خروج من هذه البطولة، يعني لا وصول إلى دور نصف النهائي. الانتصار هو فقط ما يريده المنتخب السعودي ليصل إلى دور نصف النهائي. محاولة مرور، محاولة تقدم، نعم خطأ موجود، obstruction حظر واعتراض حظر وخطأ حظر لصالح المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يقدم حاليا تبديل سريع، خروج عبد الرحمن دخول ناصر، فهد الرديني ينتظر بخروج من؟ بخروج صالح القرني، يدخل فهد الرديني حاليا، خروج 2 من اللاعبين. وعندنا خطأ حاليا في التنفيذ، ناصر الحارثي هو الذي يتقدم في تنفيذ هذا الخطأ، يمرر كرة، لمسة يد، حضرت يا سادة يا كرام، عطني الإعادة وشوف، تفوق من زاهر، لكن في لمسة يد حضرت، قرار الحكم بأن في لمسة يد. هنا الإعادة من جديد، الأولى احنا نتكلم عن الأولى، ممكن ما فيها لمسة يد، لكن في الثاني حضرت لمسة اليد في الثانية، نعم لمسة اليد كانت موجودة على طارق سليمان، لكن طارق سليمان لمسة اليد كانت موجودة عليه، وهنا الحديث بين عبد الرحمن وحكم اللقاء أسامة إدريس، ولمسة اليد حضرت في هذه اللحظات من المباراة،
حاليا فرصة التعادل، حاليا هي فرصة التعادل لصالح المنتخب السعودي، حاليا هي فرصة التعادل لفك شفرة هذا الحارس المتألق والمتميز. زاهر حارس المرمى العراقي تألق وتفوق، هل يستمر بالتفوق أم يقع حاليا أمام تسديدة المنتخب السعودي ومحاولة تصويب هدف من الاعتيبي، هدف من عبد الإله العتيبي، يسدد ويسجل ويأتي بهدف اللقاء الأول والتعادل لصالح المنتخب السعودي بكل أناقة بكل هدوء، حطها في الشباك. تعادل حاليا المنتخب السعودي الأخضر، ويصل إلى هذه المباراة وإلى أجواء هذه المباراة حاليا منافسا شرسا على النقاط الثلاث. سيد محمد يتابع ويناظر، هو التعادل هو المطلوب فقط يا سيد، لكن أيضا وصل التعادل معه من جهة المنتخب السعودي وهو ضاغط. خطرة هوبا. المنتخب العراقي ما زال خطير، خطورته ما زالت موجودة. المنتخب العراقي تمريرة تنفذ، خطرة أمام المرمى، محاولة مرور، محاولة تقدم، لكن مرتدة سريعة مع المنتخب السعودي والعراقي يتصدى لها، محاولة بهجمة يتقدم فيها حامد يحاول يتقدم فيها، لكن أيضا بتوصل لصالح المنتخب العراقي من جديد. تصويبة وحمود الدهان، هجم حمود، المرمى ما في حارس، لا خلاص طلعت الكرة. حمود فاجأهم، حمود صدمهم، حمود عطاهم وحدة سريعة، هجمة مرتدة، وكان ممكن يأتي بهدف اللقاء الثاني ويقلب النتيجة على المنتخب العراقي، لكن أيضا كان بالمرصاد المنتخب العراقي، مع حارس المرمى والدفاع اللي كان متواجد قبل قليل. حمود يتقدم في الهجوم، يربك حسابات المنتخب العراقي عند تقدم حمود ده. عندي 11 دقيقة متبقية إذن أعزائي المتابعين على نهاية هذه المباراة، وعندي حاليا علي إسماعيل يجهز نفسه في الدخول. راح يكون مكان منو؟ راح يكون مكان طارق، راح يكون مكان وليد، راح يكون مكان حامد، أو فعلا وليد هو متواجد في دكة البدلاء. عندي طارق، عندي حيدر، عندي أيضا حامد، عندي أيضا سالم. محاولات مستمرة، المنتخب السعودي مع المدرب أندري ألفاريز يستعد بتبديل لاعبيه. فهد الرديني يعود من جديد، محسن فقيه وناصر الحارثي يستعدون في الدخول. الدقائق 10 المتبقية، يستلمها حاليا، يحاول فيها، فهد تقدم خطير، والدفاع يتصدى. الله يا فهد، مهاري وخطير فهد الرديني. عندي مصطفى جمعة حاليا يدخل في هذه اللحظات من المباراة بديلا لحامد. سيد محمد يحاول يغير تكتيكه بشكل متواصل، يحاول انه هو يصعب الامور على المنتخب السعودي اكثر واكثر، وكما هو الحال من جهه أندرو ألفاريز، يحاول انه يغير تكتيكه، يغير اسلوبه، يغير تعامله مع هذه المباراه. هذه الكره حاليا موجوده مع المنتخب العراقي، استلمها من جديد حاليا هذه محاولة حاضرة لصالح المنتخب السعودي.
توصل حاليا لصالح المنتخب السعودي اللي يتقدم اللي مور خطير 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 خطير، ولكن ايضا خطوره موجوده حاضره. بتعدي هذه اللعبه وبتمر هذه الكره، وبتوصل حاليا لصالح ايضا المنتخب العراقي. استغلها، استغل الخطا، استغل ايضا التمريره موجوده. خطير 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 خطير، يا 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله على هذه اللعبه، على هذه اللعبه. علي اسماعيل هوبا واحده، هوبا بالثانيه، يا سالم يا سالم خلصها من الاولى يا سالم، لكنها بتمر وبتعدي حاليا، بتمر وبتوصل حاليا لصالح المنتخب العراقي. سالم استلم، سالم اوه اوه، جول 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 جول، ديفليكشن، ارتدت من احد المدافعين ودخلت في شباك المرمى، هدفا ثانيا للمنتخب العراقي. هذه كرة، هذه محاولة موجودة، وهذه اللعبة أيضا بتذهب المنتخب العراقي بهدف يعني غير متوقع، بكرة ارتدت من أحد المدافعين ودخلت في الشباك. تسديدة كانت موجودة من سالم، تضرب بأحد المدافعين، وهذه اللعبة حاليا موجودة. حاضر لصالح من المنتخب العراقي من جديد، مسيطر على هذه الكرة. استلم طارق إلى سالم، يهدون اللعب، وشوف سيد محمد هو الذي يدخل الباور بلاير حاليا، هو متقدم بالنتيجة بس يبي يستغل النتيجة، بيستغل الزيادة العددية، بيستحوذ على الكرة أكثر وأكثر وأكثر. حاليا المنتخب السعودي عند وقت مستقطع، دقيقة واحدة للوقت المستقطع يا أعزائي المتابعين، دقيقة واحدة حاليا للوقت المستقطع أعزائي المتابعين. فرص كثيرة، شوف هذا الحارس، شوف نجم من نجوم المباراة اليوم، زاهر، زاهر يستاهل الصفقة، يستاهل التحية، يستاهل أيضا التهنئة على هذا المستوى الذي قدمه في مباراة اليوم. مباراة يعني قدمها بشكل كبير جدا، مباراة أدى فيها مستوى رائع جدا، مباراة مباراة يعني إذا انتهت بهذه النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، راح نقول بأن زاهر كان هو أحد أسباب الانتصار بهذا اليوم، ووليد اللي يسجل، وسالم اللي أيضا كان وراء هدف اللقاء الثاني. وحاليا المنتخب السعودي يدخل باور بلاير، وهنا محاولة تصويب، أوه يا الله، غريبة هذه اللعبة، غريبة هذه اللعبة، غريبة هذه المحاولات، غريبة هذه الكرات، ودائما يكون القائم هو الذي حاضر، إما زاهر أو القائم. حضر زاهر في منافسة في لحظات عدة ومناسبات عدة، وكان القائم حاضرا أيضا في لحظات عدة ومناسبات عدة، وفرصة في الشباك، ولكن أيضا الدفاع يتصدى، الدفاع يتصدى. شوف الكرة، شوف التسديدة جميلة، ولكن القائم إلى القائم
إلى القائم إلى القائم، كأن في مغناطيس في القائم، كأن في مغناطيس في القائم. هنا كرة مع وليد، وليد يلعبها للوراء مع سالم، سالم يحاول فيها لكن مع وليد من جديد. المنتخب العراقي مسيطر على الكرة، المنتخب العراقي ينقل الكرات بشكل متواصل. موجودة اللعبة حاليا، اتصل لصالح المنتخب. لصالح المنتخب السعودي اللي ما زال يحاول انه هو يقلب النتيجة. تعادل ما راح يفيد المنتخب السعودي، تعادل ما راح يفيد المنتخب السعودي، بل راح يفيد المنتخب العراقي اكثر واكثر. 6 دقائق متبقية، ضاغط ضاغط بشكل كبير المنتخب السعودي. ادخل الباور بلاير، دخل الباور بلاير، دخل عبد الاله، دخل عبد الاله العتيبي، دخل عبد الاله العتيبي كلاعب باور بلاير، كلاعب زائر في ميدان المنتخب العراقي. ينقل نقلات عديده مع صالح القرني، ويوصل مع ناصر الحارثي، وتوصل مع عبد الاله. عبد الاله يحاول فيها مع صالح، صالح الى عبد الاله، عبد الاله يحاول. تغطية ممتازة من المنتخب العراقي، يتواصل بالتغطية الجميلة، يتواصل بالتغطية الممتازة. المنتخب السعودي مسيطر بشكل متميز، مسيطر بشكل ممتاز. أيضا هنا محاولة خطيرة، يا ساتر على لعبة أخرى، يا الله على هذه اللعبة. رأسية حضرت ولكن إيش؟ رأسية ما كانت في المرمى، رأسية ما كانت في المرمى. شوف الله على اللعبة، جميلة بالرأس ولكن إلى خارج أرضية الملعب، جميلة بالرأس ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللعبة حاليا تصل لصالح المنتخب السعودي. طويلة هذه الكرة، طويلة هذه اللعبة، بتوصل حاليا لصالح المنتخب السعودي اللي ما زال يسيطر على هذه الكرة ويسيطر على هذه المجريات، على أمل أن يصل بهدف المباراة الثاني، على أمل بأنه يقلب النتيجة. واقفين على أقدامهم، واقفين على أقدامهم لاعبين المنتخب السعودي كلهم. خطرة، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ. أسامة إدريس، أسامة إدريس يطالب، يطالب بتأبي حيدر، وأيضا الجهاز الفني والإداري اللي محتاج على الخطأ. مباراة اشتدت شوي، المباراة زادت شدتها، زادت حدتها، زادت الأعصاب فيها، زادت زاد يعني فيها. أيضا متبقي فقط 4 دقائق، 4 دقائق و38 ثانية بالضبط، بالتمام والكمال. متبقي فقط على هذه المباراة 4 دقائق و38 ثانية، وليتم إعلان بتقدم وتأهل المنتخب العراقي إلى دور نصف النهائي، إلى دور نصف النهائي. هذه المحاولة موجودة حاليا، الكرة قادمة لصالح المنتخب السعودي. يحاول عبد الإله في الأولى، في الثانية، طويلة 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 طويلة. طبعا مع وجود الباور بلاير من جهة المنتخب السعودي، ما في حارس في المرمى، ما في حارس بالمرمى، لازم انه هو يشدد الكرة في شباك المرمى الخالية للمنتخب السعودي ويحرز هدف التقدم الثالث، هدف اللقاء الثالث لصالح المنتخب العراقي. هذه فرصته انه ينهي هذا الصراع وينهي هذا الضغط وينهي هذه الفرص اللي تاتي من جهه المنتخب العراقي. هذه فرصه موجوده، اقرب مع ناصر، ناصر يحاول فيها، يتقدم ناصر مع فهد الرديني، فهد الرديني الى مشاري، مشاري يحاول فيها لكن اقرب الى ناصر، ناصر
مع فهد. استلم مشاري مع ناصر. ناصر يبي مشاري يتقدم قدام، يقول حق ناصر، يقول حق ناصر، يقول حق مشاري روح قدام روح قدام. هذه كرة موجودة، هذه خطيرة مع المنتخب السعودي حاليا. استلمها ناصر الى عبد الاله الباور بلاير. ناصر يحاول تمرير، اوه اوه بتعدي وبتذهب الى خارج ارضية الملعب، وبتوصل حاليا ركلة او رمية المرمى لصالح المنتخب العراقي. لكن في عندنا وقت مستقطع، في عندنا وقت مستقطع، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة فقط على نهاية هذه المباراة، وعلى نهاية هذا اللقاء، وعلى نهاية هذا هذه المباراة المثيرة، وعلى نهاية هذه الإثارة اللي قاعد نشوفها حاليا. هدت شوي المباراة، وقت مستقطع هدى لنا وضع المباراة حاليا. كل فريق يتكتك اللي عنده، كل فريق يحط تكتيكه، كل فريق يحط أسلوبه، كل فريق يقول شنو لازم يسوي في آخر 3.5 دقائق من هذه المباراة. المنتخب السعودي هل بإمكانه أنه يقلب النتيجة بهذه 3.5 دقائق؟ ممكن جدا في كرة الصالات، ممكن جدا في كرة الصالات عزيزي المتابع. في كرة القدم العادية قاعد نشوف هذه المباراة، المباريات هو قلب النتيجة في دقيقة واحدة، ففي كرة الصالات يعني راح تحصلها وأكثر. عودة الفريقين، عودة الفريقين، واستلام حاليا لهذه الكرة. أقرب معه ناصر الحارثي. ناصر دخل مرة ثانية، عبد الإله العتيبي دخل مرة ثانية، عبد الإله العتيبي. ناصر، فهد، فهد لعبها خطيرة مع صالح القرني. ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية. محاولة موجودة خطيرة حاليا لصالح المنتخب السعودي. خطرة هذه اللعبة، وأيضا التسديدة بتعدي وبتمر، بتعدي وبتمر. حاضر اللعبة مع المنتخب السعودي خطيرة. دقائق متبقية، دقيقتين وسبعة وثلاثين ثانية، دقيقتين وأربعة وثلاثين ثانية وصلنا. الثواني قاعد يحسب المنتخب السعودي، الثواني قاعد يحسب المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، الثواني قاعد يحسب مدرب المنتخب السعودي ومدرب المنتخب العراقي. ينتظرون نهاية المباراة وصافرة المباراة، نشوف منو راح يكون هو المتأهل لدور نصف النهائي. استلم كرة ناصر يحاول فيها، ناصر يحاول فيها، محاولة حاضرة مع المنتخب السعودي. فهد، فهد إلى ناصر، ناصر وفهد، فهد وناصر، ناصر وفهد. تمريرات مستمرة، صالح القرني يطالب بالكرة، صالح يحاول فيها أو ناصر تحت الضغط، ناصر تحت الضغط. أيضا بتعدي اللعبة، أيضا بتعدي اللعبة. عبد الله المغربي متواجد أيضا في هذه اللحظات. عبد الإله عدى خطيرة، يا سلام الله على هذا الهدف. كما حصل مع المنتخب العراقي بهدفه الثاني، حصل مع المنتخب السعودي حاليا في هدفه الثاني. ارتدت يا الله، ارتدت بأحد اللاعبين وغلطت حارس المرمى زاهر ودخلت في الشباك، هدفا ثانيا لصالح المنتخب السعودي. دقيقة واربعين ظلت على نهاية المباراة، دقيقة واربعين ظلت على نهاية المباراة. المنتخب السعودي خطير بالضغط، خطير في الضغط،
محاولات مستمرة، محاولات حاضرة، يحاول ناصر سقوط من ناصر، وفي عندنا كرة. أيضا في عندنا احتجاج. هل كانت الكرة طلعت من أقدام حارس، من أقدام لاعب المنتخب السعودي أو لاعب المنتخب العراقي؟ هل كانت ركلة إدخال للاعب المنتخب السعودي أو لاعب المنتخب العراقي؟ خلنا نشوف الإعادة إذا كانت موجودة، لأنها راح تأثر بشكل كبير إذا دخل هدف اللقاء الثاني أو الثالث. هنا محاولة موجودة، هنا محاولة تقدم، هنا محاولة خطيرة، هنا محاولة موجودة مع المنتخب السعودي. ضاغط 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 المنتخب السعودي، ضاغط المنتخب السعودي، وأيضا في قرار بأن الكرة هي لصالح المنتخب السعودي، واحتجاج من المنتخب العراقي على هذه اللقطة، أو بأن في بطاقة صفراء. شوف الإعادة، شوف الإعادة. حصل على بطاقة صفراء بسبب هذا الاحتجاج اللي حصل، بسبب هذا الاحتجاج اللي حصل، أو يعني كان في نقاش ما بين لاعب المنتخب العراقي مع حكم الإماراتي ياسر الزعابي. الصورة ما كانت واضحة بالكامل شنو سبب هالبطاقة الصفراء. هذه الإعادة من جديد، هذه الإعادة من جديد، هذه اللقطة من جديد. وهني كان في حوار بسيط. أوه! حطها في الجول، حطها في الجول الثالث، الثالث، الثالث. وصل بلحظات كانت يعني هادئة بعض الشيء، فجأة حضر بهدف اللقاء الثالث. واحدة ثنتين ثلاث، في مرمى المنتخب العراقي أتى هدف اللقاء الثالث. هو الذي يحتاج المنتخب السعودي، هو الذي يحتاج المنتخب السعودي، الانتصار، الانتصار هو اللي يحتاج المنتخب السعودي، النقاط الثلاث هو الذي يحتاج المنتخب السعودي، لأنه هو يوصل لدور نصف النهائي. عندي 30 ثانية، عندي خطورة في المرمى، في المرمى، في المرمى، في المرمى، لكن بيبتذب بعيدا، بيبتذب بعيدا، بيبتذب بعيدا، بعيدا عن مرمى المنتخب السعودي. خطرة هذه اللعبة حاليا توصل لصالح المنتخب العراقي، يضغط بشكل كبير، عنده باور بلاير وليد، محاولة حاليا حاضرة مع المنتخب العراقي، يحاول فيها، يحاول فيها، يسدد، يمرر، يمرر، خطيئة. فرحان، فرحان، فرحة كبيرة، فرحان، فرحة كبيرة، فرحان، فرحة كبيرة، المنتخب السعودي بتوصل مع المنتخب العراقي. آخر 9 ثواني، 8 ثواني، 6 5 ثواني، تسديدة أقرب مع محمود، ولكن خلاص، لكن خلاص، لكن خلاص، لكن خلاص، لكن خلاص، المنتخب السعودي هو الذي يظفر بهذا الانتصار، المنتخب السعودي هو الذي يظفر بهذا الانتصار. وهنا كرة تنفذ، خلاص يا سادة يا كرام، خلاص، خلاص يا سادة يا كرام، خلاص انتهت المباراة، وانتصر المنتخب السعودي في هذه اللحظات من المباراة، انتهى اللقاء وانتصر المنتخب السعودي بهذه اللحظات من المباراة. إذن أعزائي المتابعين، نشكركم على متابعة هذا اللقاء، نشكركم على متابعة هذه البطولة، نشكركم على متابعتنا عبر قناة كويت سبورت، ونلقاكم من جديد مع مباراة أخرى من بطولة غرب آسيا على أبراج قنوات كويت سبورت. محدثكم عمر الشرهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.